السلام عليكم خوت خوتاتي مرحبا بكم في الفيديو هذا. المهم راحنا في كازا دابا حاليا وهو معنا عليا. السلام عليكم. كيتسنى باش يقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم كنتوما. هاني هاني. المهم الخوت راه دابا حنا في كازا يلاه جينا البارح بالليل ان شاء الله غادي نطلعوا الرباط عالي بطبيعة الحال غادي نطلعوا الرباط ان شاء الله. شنو خوتي وصلنا الرباط، وصلنا لهاد القصر هذا. كاين في الرباط عرفتي جايين في الطريق وكيقولوا واو الرباط زوينه، واو الرباط زوينه هو مراته والله العظيم كيقولوا لي فيها بالله قسما بالله. وانا تليفون خشيف جيب ودير ديك السنطا عرفتي ما كاينش كيفاش نبدا نجبد ونقول لهم لا عاوده ولا شي حاجه، خليتهم واحد الله العظيم غادي يقولوا واو واو الرباط واعر مقيم بزاف تبارك الله. تحيه للسكان ديالها واحد الله تحيه ليهم كبيره كبيره. لحقاش حنا اللي غادي نصلحوا بلادنا، ما غاديش نستناو الدوله اللي تصلح لنا، حنا اللي مسؤولين على بلادنا حيت كل يوم مسؤول على قدام داره. كتلقى شحال من واحد قدام داره مخسره الزبل حدا حاشاك بزاف د الحوايج، يعني كتسنى الدوله اللي تحيد لي داك الشيء اللي هو داره قدامه. المهم انا هذه الفكره ديالي اخوت، حيت حنا اللي مسؤولين على بلادنا الاصدقاء. انت راه كتشوفوا الناس ديال الرباط تبارك الله كيدايرين، انا بعدا الناس ديال الرباط كنزل واحد التحيه كبيره 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 بزاف الصراحه. الناس برافو عليهم لحقاش ملي تكون الشعب خدام حتى الدوله كتخدم بالزمن بالزمن تخدم. هذا الشيء اللي كاين الاصدقاء. المهم ندخلوا لهاد القصر ونشوفوا ان شاء الله كيداير. خوت خساره ما قدرناش ندخلوا، باقي نسادين هنايا حتى حسان باقي نسادين وغادي نمشيو غير للبلايص اللي حداه. سولنا واحد الحاجه هنايا كاين شي امور داخل اخوت عمري دخلت لي انايا الصراحه، كاينين شي حوايج جوج قرون الخوت قبل الميلاد حاطينهم الرومان تما كانوا باينين شي حاجه ديال الرومان. شي اللي قال لي واحد السيد هنايا اللي خدام قال لك جوج ديال القرون قبل الميلاد، وعاد هاد الصور هذا كاين تقريبا من القرن 13 ممكن. صراحة بحال هاد الأمور حجبوني الصراحة والله، بغيت نشوفهم ولكن مكشافش ونوريهم لكم تنتوما الناس اللي ما دخلوش لهاد البلاصة اللي شافوها. المهم هادي في الرباط، تخيلوا أنا الرباط كنت كنجي لها تقريبا كل نهار واحد الأيام كل نهار
وكان كيبان لي هذوك العمرني عرفت بانني نقدر ندخل ليه. والله العظيم عمرني عرفت بانني نقدر ندخل ليه. هنا كيديروا المغاربه 10 درهم باش يدخلوا والاجانب 70 درهم ملي غادي تفتح. مي قالوا قريب ان شاء الله غادي تفتح. صراحه بحال هاد الحوايج هادو راه كنفتخروا بهم بزاف بزاف. وعندنا واحد عندنا تراث وعندنا تاريخ. المغرب عنده تاريخ تاريخ قديم بزاف الاصدقاء صراحه. اللي بغيت نقول لكم الاصدقاء مشيت بحثت على واحد الحاجه دخلني الفضول الخوت اللي هي اللي قلت لكم وهو على المغرب. قلت لكم انها واقيلا ثاني دوله اللي هي ثاني مملكه اقدم مملكه فعلا بصح. دخلني الفضول على هذه القضيه هذه ودخلت نبحث وكنت كنسحب بان بريطانيا هي الاولى. الساعه لا حنا فايتين بريطانيا في التاريخ الخوت. اول امبراطوريه او مملكه اللي هي كانت هي ديال اليابان تابعها المغرب تابعها بريطانيا هي الثالثه. يعني المغرب هي ثاني اقدم مملكه الخوت عندها تاريخ. الله تصدمت تصدمت في هذه الامور صراحه. وحق الله ثاني مملكه في العالم تابعة بريطانيا الثالثة عاد الدنمارك عاد النرويج هي الرابعة تابعة الدنمارك الخامسة عاد السويد هي السادسة. هاد الست المماليك هما اللي كانوا قدام بزاف. مي المغرب فيتاهم المغرب راه فيتا بريطانيا وفيتا الدول الاخرى اللي تحت منا بزاف عاد ولاو ممالك. اما المغرب راه عندها تاريخ قديم راه تقريبا راه شي 500 في الميلاد في ديك الساعة. صراحة أنا تصدمت في هذه القضية. المهم راه لقيتها فعلا صحيحة أن المغرب عنده حضارة وهذا الشيء هذا علمني واحد الدرس الخوت بأنني خصني نرجع للتاريخ ديال المغرب. صراحة خصني نرجعوا للتاريخ ونعرفوا التاريخ ديال بلادنا والحضارة ديال بلادنا لحقاش عندها واحد التاريخ اللي بزاف. صراحة حنا ما كنهضروش شوف خلينا من الأندلس خلينا من هذاك الشيء حنا كنهضروا من قبل كنهضروا على شي حاجة اللي قبال. عاوتاني الأصدقاء المغرب عنده واحد الحضارة اللي كبيرة بزاف لحقاش دخلاتها الرومان. هنايا يعني الرومان دخلوا عاد ما قريتش لعيبات خفاف غادي نمشي ان شاء الله وغادي نقراهم مزيان نقدر ندير لهم شي فيديو هذا. انا الرومان دخلات هنايا يعني. باقي عندها بزاف البني ديالها وقريت بان كاينه شي حاجه في وليلي ديال الرومان باقي حاليا. المهم انا اللي غادي نقول لكم الخوت دخلوا التاريخ وقراوه وديال المغرب بطبيعه الحال وغادي تلقاو بان المغرب عنده واحد الحضاره كبيره وكان مكبر من هكا. المغرب راه كان مكبر من هكا شاد دول اخرين. انا باش نقولها باش نبقاو ندخلوا في هذه المواضيع ولا بغيت نتاكد يدخل التاريخ ونشوف المؤرخين شنو كاتبين. انا المغرب كان شاد دول اخرين حتى هما. المغرب راه ما كانش غير قداك اللي عندنا في الخريطه اللي كاينه كانت كبيره تبارك الله. المهم اللي بغيت نقول لكم الاصدقاء الرباط راه عجباتهم بزاف 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 شافوها بانها نقيه بزاف الصراحه. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم. هذا اللي كان الاصدقاء. شكرا لكم بزاف. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه.